معنا على الهاتف فضل. الأستاذ أحمد أو دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية. بعد التحية دكتور أحمد، الهيئة الوطنية للانتخابات تحدثت عن النزاهة والشفافية ومدى وجودها وبكثرة في هذه الانتخابات الرئاسية، كيف نرى هذه النزاهة والشفافية وانعكاسها على نظرة المجتمع الدولي لما يدور داخل المجتمع المصري؟ تحياتي لك يا أستاذة فاطمة ولضيفك الكريم ولكل مشاهدي القناة الأولى. في الواقع هذه النزاهة بتعكسها مؤشرات وأرقام. أولا الإشراف القضائي الكامل، أكثر من 15,000 قاضي يشرفون على هذه الانتخابات في إطار من الشفافية والنزاهة الكاملة. هناك مشاركة ومتابعة واضحة من المنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية. هناك أيضا العامل الثالث وهو المتعلق بالإعلام الأجنبي سواء الموجود في مصر أو الذي جاء لتخطيط الانتخابات. هي عمل التعليمات أعطى تصريح لأكثر من 500 صحفي ومراسل أجنبي في مصر ومن جاء من الخارج، وبالتالي هناك إتاحة كاملة وهناك متابعة كاملة، ولم يتم رفض أي مؤشرات تدل على أن هناك مخالفات أو تجاوزات. هذا بشهادة الإعلام الأجنبي والمنظمات المجتمع المدني، وبالتالي كل هذا بيعكس حرص الدولة المصرية على الشفافية الكاملة على الوضوح. هناك يستطيع الإعلام ينقل الصوت الصورة الصوت وبشكل حي كل العالم. هناك متابعة واهتمام من الإعلام الدولي، خاصة أن هذه الانتخابات تجرى في مصر في ظل بيئة مضطربة. يعني كان البعض يتوقع أن كيف يمكن لمصر وهي يعني تواجه أو يعني في وسط بيئة مضطربة في غزة، في السودان، في ليبيا، في الشرق الأوسط، أزمات عالمية هناك، كيف يمكن لمصر أن تنظم هذه الانتخابات بهذه السيولة وهذه السلاسة وهذه السهولة؟ بتعكس إمكانات وقدرات الدولة المصرية، بتعكس حرص مصر على أن تقدم نموذج ديمقراطي يتناسب مع الخصوصية المصرية ويتناسب مع يعني التوجه المصري الأصيل في أن الديمقراطية هي خيار واختيار مصري قبل أن يكون أي خيارات أخرى من الخارج. وبالتالي هذا بيعكس حقيقة هذا المشاركة الكبيرة، نسبة المشاركة التي تجاوزت 45%، بيعكس أيضا حرص المصريين على المشاركة والإطلاء بالصوت لأنهم يدركون أولا أن صوتهم سيقرر مستقبلهم، أن اختيار من يمثلهم في الفترة المقبلة والسنوات المقبلة سينعكس على حياتهم اليومية في كل مجالات الحياة، في الصحة، في التعليم، في الاقتصاد، في القضايا. ايضا اضافه للعامل الخارجي، ايضا المصريين استشعروا ان هناك خطرا كبيرا في ظل يعني ظروف مختلفه، هناك جبهات مشتعله في نفس الوقت متزامنه، الجبهه الغربيه والجنوبيه والشرقيه في غزه، ليبيا، السودان، هناك يعني بيئه مضطربه، وبالتالي اصبح المصريين يدركون ان الامر يتجاوز مجرد فقط يعني بعض التحديات الاقتصاديه، لان هناك خطر حقيقي يواجه الامن القومي المصري، وبالتالي يعطون اليوم رساله للعالم بان الشعب المصري اولا قادر بالممارسه الحضاريه الديمقراطيه. الامر الثاني ايضا، لكن دكتور احمد على ذكر هذه الظروف والتحديات، كنا لسه بنتحدث انا والاستاذ اسلام عن هذه الظروف والتحديات التي تحيط بالعمليه الانتخابيه في الانتخابات الرئاسيه 2024. هل هذه الظروف والتحديات الصعبه التي تمر بها مصر والدول عامه هي من دفعت كل جموع الشعب المصري للالتفاف حول قيادتها السياسية والنزول بهذه الجموع من أجل الإدلاء بأصواتهم داخل الانتخابات الرئاسية الحالية؟ بالطبع فطيمة، هذا عامل مهم، هذا أحد العوامل الأساسية التي دفعت المصريين لاستشعار الخطر. أولا المصريين لديهم حس سياسي، هم أدركوا بشكل واضح أن هناك مؤامرة وهناك خططات تجاه تستهدف الأمن القومي المصري. بشكل بسيط المنطقة الآن في حالة من السيولة، لم تعد هناك كثير من الدول، الدولة الوطنية انهارت، نجد ميليشيات مسلحة، نجد أزمات مفتوحة، لا حسم سياسي ولا حسم عسكري، نجد لاجئين ومهاجرين إلى الخارج وهجرة غير مشروعة، نجد بيئة من العنف والإرهاب. في ظل هذا لم يتبقى سوى الدول الصلبة، منها طبعاً مصر، دولة صلبة بمؤسساتها بجيشها الوطني، وبالتالي ليس يعني مفارقة أن يكون هناك اشتعال لجبهات في وقت واحد. يعني كنا نشهد جبهة ثم جبهة فلسطينية مستقرة، اليوم السودان، ليبيا، غزة، يعني الحدود المباشرة لمصر وهي تمثل بشكل مباشر الأمن القومي المصري. المصريين هم يتابعون أحداث غزة، وهم يرون أن هناك مخطط لتهجير الفلسطينيين قصر، وهناك مخطط للتوطينيين في سيناء، هناك مخطط وإمعان من الجانب الاحتلال الإسرائيلي لتسقيط القضية الفلسطينية، وعلى حساب الأمن القومي المصري استشعر المصريون هذا الخوف وهذا الخطر، ولذلك نزلوا بكثافة في الانتخابات منذ اليوم الأول لإعطاء رسالة للعالم بأن الشعب المصري يلتف حول دولته وحول قيادته.
في مواجهة هذه التحديات وفي دعمه فيما يتخذ من إجراءات لمواجهة هذه التحديات. ورأينا يعني المظاهرات الضخمة التي خرجت في مصر منذ أسابيع يوم الجمعة عندما رفض الشعب المصري محطة التهجير القصري. كل هذا بيعكس حقيقة هذا التضامن المصري الشعبي مع الشعب الفلسطيني، بيعكس أيضا مصر أن في وقت الأزمات يستنفر المصريين، وبالتالي كان هذا عاملا حاسما. هناك أيضا يعني القضايا وأن المصريين هم أيضا انحازوا لخيار المستقبل، انحازوا لاستمرار بناء الجمهورية الجديدة. هذه الجمهورية لن تبنى في عام أو عامين أو سنة أو سنتين أو سنوات، وإنما هي تراكمية تحتاج إلى مواصلة. هناك أساسات تم وضعها، هناك بناءات وبناء يتم استكماله، هناك المسارات المتوازية، التنمية الاقتصادية، العدالة الاجتماعية، السياسة الخارجية وقوة مصر واستكمال القدرات الشاملة. كل هذا يدركه المصريين حقيقة، ولذلك نزل اليوم الانتخابات بهذه الكثافة لإعطاء رسائل سياسية بأنهم مع فكرة مفهوم انحازهم للدولة الوطنية القوية، للجمهورية الجديدة، لقوة مصر في مواجهة التحديات، لرفض أي مخططات خارجية. وهذا بيعكس خصوصية هذه الانتخابات ربما عن أي استحقاقات انتخابية سابقة. دكتور أحمد، بالحديث عن خصوصية هذه الانتخابات وبعد النجاح الكبير ورؤية الجموع الكبيرة من المصريين للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في هذه الانتخابات، هل هذا النجاح من الممكن أن يغير نظرة المجتمع الدولي حول مصر بكاملها وحول الشعب المصري وحول القيادة المصرية؟ في فقيمة بالطبع، يعني كان هناك يعني نظرة سلبية أو صورة سلبية في الغرب وفي الإعلام، حاول يراها الإعلام الغربي، وحاولت جماعات معروفة، جماعات سلبية وجماعات ليس بها أجندات وطنية، أن تراوغ صورة سلبية عن مصر بأن الشعب المصري ليس أو لا يمكن أن يمارس الديمقراطية أو تحقيق الانتخابية وغيره. اليوم هذا المشهد يدخل كل هذه النظرات الغربية أن الشعب المصري دائما منحاز مع الديمقراطية، ولكن في إطار الخصوصية وفي إطار الاستقرار وفي إطار الحفاظ على الدولة الوطنية، ليس الديمقراطية كما حاول الغرب يروجها من خلال الفوضى الخلاقة، من خلال هدم المؤسسات الوطنية، من خلال تشجيع وإنشاء الميليشياوية والميليشيات التي تنخر كالسوس وكالسرطان في جسد الدولة، وإنما الخصوصية التي تعكس الدولة والاستقرار، الحفاظ على الدولة الوطنية، الديمقراطية والحقوق بمفهومها الشامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وهذا بيعكس نموذج حضاري حقيقة يتناسب حتى مع فكرة مصر كدولة مركزية، دولة حضارية، دولة ضاربة في التاريخ، أقدم دولة. وهذا حقيقة يمثل أهمية ويعكس كل الصور السلبية التي كان الغرب يروجها وكان يستخدم الديمقراطية وحقوق الإنسان والإصلاح السياسي كشعارات في ظاهرها الرحمة ولكن في باطنها العذاب، كانت تستخدم للتدخل في شؤون الدول، تفتيتها، تفتيت الدول الوطنية، إذكاء الطائفية والعنصرية والاختلافات الدينية والعرقية. هذه الانتخابات حقيقة كلها تنطلق من أرضية وطنية، يعني المرشحون الأربعة هم ينطلقون من أرضية وطنية ينحازون من تحت الوطن. كنا نرى في انتخابات سابقة كان هناك إذكاء الطائفية والدينية، وهذه الشعارات كانت تمثل حتى ضربا للمفهوم الديمقراطية، وبالتالي هذه الصورة التي يكتبها المصري اليوم هي بتعكس النموذج الرشيد فيما يتعلق بالديمقراطية الحقيقية التي تنحاز إلى الوطن، تنحاز إلى مفهوم المواطنة، تنحاز إلى أن أو اختيار من يصلح لقيادة مصر في المرحلة المقبلة ببرامجه، بأفكاره، برؤيته الشاملة في إطار مفهوم الدولة الوطنية. وبالتالي في ظل عالم مضطرب، حتى الانتخابات في الغرب الآن لم تعد هي بالمفهوم المثالي، هناك الأحزاب الدينية المتطرفة، هناك يستخدمون ورقة اللاجئين والمهاجرين في إطار التعصبية، في إطار التمييز العنصري، وبالتالي مصر تقدم نموذج مختلف تماما. وهذا حقيقة ما يعكس أهمية هذه الانتخابات، يعكس هذه المشاركة، يعكس هذه التعددية، يعكس هذه النزاهة الكاملة، يعكس هذا التنظيم الكبير، يعكس هذا الإتاحة والإعلام ينقل الصورة. كل هذا بيقدم نموذج لمصر ويضحك تماما ويجهد تماما اي صور سلبيه كانت تستخدم او تحاول جماعات ان تقدمها عن مصر او الوضع في مصر. اشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد سيد احمد، خبير العلاقات الدوليه، كنت معنا عبر الهاتف مباشره.